طبعا انا شرف ليا اعرف النوستالجيا بتاعت حضرتك، ابتديت ازاي كرة اليد؟ ايه اللي شجعك؟ ايه الالعاب؟ هل في العاب قبل كرة اليد حضرتك انضمت لها بعد كده قررت تدخل في كرة اليد؟ اول حاجه مارستها العاب القوى، اوكي، وكنت الحمد لله برضو يعني مميز في الوثب الثلاثي، ومن خلاله المدرب، وانا كان عندي 11 سنه ولا حاجه، المدرب شاف وانا بادي الوثب الطويل ده، قال للمدرب بتاعي في العاب القوى، قال لي سيبهولي اسبوع، انا من دمياط اساسا. احسن ناس. اهلا بيك يا يعني. خدني قال لي سيبني يعني عاوزه اسبوع. اول تدريبات اشتغلت بيها اللي هي دريبل والحيطه. الحيطه دي هي اللي بتعمل اللعيب من صغره. اوكي. احنا مفتقدينها للامانه. يعني بيحصل ايه؟ بيبقى عباره عن ايه؟ بتطلع الكرة على الحيطه بترجع لك تاني زي ما بتطلعيها بترجع لك. اوكي. وبعدين بتخش مع الزميل. المهم طلعت من العاب القوى الاول الامانه كشكول، يعني ايه؟ يشوفني المدرب بتاع الباسكت يقول لي تعالى، يشوفني الكرة يقول لي تعالى، لا انت باك، لا انت كده يعني. الفتره دي لغايه سن 12 سنه ما كانش فيه تركيز على حاجه واحده. كانت تجربه. فولي وهاندبو اسمه بس. العاب قوة، ما انا بقول لحضرتك لعبه العاب القوة يطلع منها اللعيب لاي لعبه جماعيه. هي والسباحه. اوكي. والجمباز لانه برضه بيساعد على تكوين الجسم، الجسم وتكوين المهم. فشافني المدرب زي ما بقول لك اسبوع، قال لي لا كمان اسبوع، في اسبوع لعبت كره يد. واعوذ بالله يعني وانا عندي 17 سنه كنت في انضميت لمنتخب مصر اللي هو في البطوله العربيه في لبنان، وعندي 18 سنه بلعب. الزمالك الدكتور كمال درويش شاف الماتشات، وهو كان ماسك منتخب مصر مع الدكتور منير جرجس والدكتور عبد الفتاح عبد الله، جابوني من دمياط، ومن دمياط على هنا الدكتور كمال درويش قال لي بقول لك ايه، الزمالك من سنه 73 وانا في الزمالك. طب قبل بقى ما حضرتك تيجي الزمالك كنت زملكاوي؟ كنت بتتفرج على الالعاب ولا ابتديت معرفتك بالزمالك اول ما جيت؟ لا هو لا طبعا كنا، ما هو لازم عشان ما انا يعني معلش مش بتكلم كده، الزمالك والاهلي وانا موجود عرض عليا، نادي المعادي عرض عليا يعني كلموني. كان نادي المعادي زمان في اليد كويس يعني، وفي اسكندريه كان المدرب بتاعي في البطوله العربيه دي كان الله يرحمه الدكتور عبد العاطي. تمام. ده كان مدرب سبورتنج. الاربعه بيتكلموا، بس انا اخترت الزمالك علشان انا يعني بحب الزمالك فعلا من زمان. يعني طبعا شرف لينا ان حضرتك تواجدت. الله يخليك. يعني الحقيقه مسيره عظيمه جدا، يعني محتاجين نتكلم عن تفاصيل كتير. مين اول شخص ساعد حضرتك وشجع حضرتك اول ما دخلت الزمالك؟ مين اللي وثق فيك وفي قدراتك وشجعك انك تكمل طبعا المسيره العظيمه اللي حضرتك عملتها؟ في التدريب بصراحه الدكتور كمال درويش وراه الدكتور سامي محمد علي. اللعيبه يعني بدون زعل كان الجيل بتاعي هو الجيل. كان ذهبي المهندس حسن صقر، الكابتن حسين لبيب، الكابتن مدحت البلتاجي، ما شاء الله. وعلى فكره كلهم خدوا مناصب يعني اليد في مصر عموما. يعني حقيقه حتى لعيبه كره اليد بيبقوا راقيين، بيبقى ليهم رقي ملحوظ وملموس. يعني انا اقدر اعرف انه الشخص ده بيلعب كره يد، بيبقى فيه كده تقل وبقى فيه هدوء وفي عقل. الحقيقه دايما دي حاجه انا لمساها في جميع لعيبه كره اليد، يمكن بلاش جميع بس اغلبهم ده موجود. بصي انا مش عاوز حد يزعل، بس اللعبه هو طبعا بجميع الالعاب فيها، بس اللعبه الوحيده الى حد ما اللي فيها نسبه الممارسين
اولا جامعات وكليات قمه، المهندس والدكتور وحتى سوري يعني بتلاقيه مثلا كليه تجاره انجليش اداره اعمال.